المقطع وسكر الدمروة ماني كيغان الإيمان سربي تبارك وتعالى يكي سقسك رانيان ماني كيغان التامن سربي تبارك وتعالى يغرد التامن سربي تبارك وتعالى التاف كوز يعمدان عمود لي زوارن لا بدا التامن سربي تبارك وتعالى إسلا هن ربي تبارك وتعالى إلا التستمس كوز يعمدان ولي زوارن التامن صحيح الربوبية أن ربي تبارك وتعالى التاني يتخلق التاني ترزق التاني تدبر الأمور العالمين كلهم والسين توحيد الألوهية هل العبادة اللي تذكر يخصتنت نذكر ربي تبارك وتعالى أجيس ونشرك كرانيا أو نشرك كران المخلوق ولا كالملك ولا كران النبي سن العبادة اللي نذكر ربي تبارك وتعالى زون الدعاء زون التصلي زون السجود زون الركوع زون الطواف زون التقصيد زون اللي راه نتكل كله العبادات تنتسكر ربي تبارك وتعالى كانت خالصة ربي تبارك وتعالى ويسكرود أنا من الأسماء الصفات أنا ربي تبارك وتعالى يتفك الأسماء يتفك الأسماء والحدونين الأسماء كله كانت حسنة أي كانت بالغة في الحسن يتف الصفات العليا اللي يغتولي الوسكر المخلوق خلص الصفات وكان الإيمان ربي تبارك وتعالى هن التيلي سكوس المسائل الإيمان سلوج ربي تبارك وتعالى التيلي سكوس المسائل التيلي العقل أشكو أري يمكن أريد أي ليك للمخلوق أريد السن بأن ربي تبارك وتعالى إذن أي جن المخلوقات دينا كي وكال فالكغلة سن ربي تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أنا ربي تبارك وتعالى لكل خلق المخلوقات لا بس تسنس العقل بأن العقل كذلك إني بأن المخلوقات يخلقنت يا المخلوق أتي عند ربي تبارك وتعالى والسين الأمور تلحس أشكو بنادم قال التلي غير الشدة قال التلي غير الزيار تو زيار مزيان هادو كان يدعو ربي قالتين يا رب يا رب يا رب 60 في الكربايات 60 في الشدايد افلا 60 فصل ربي تبارك وتعالى اذا نحسنك اتند بان ما لقيتش تجب الدعاءين اتي كان ربي تبارك وتعالى اذا غير غير تمس وجود ربي تبارك وتعالى ويسكر الفطرانك طيك اللي سنا النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه هان بلاد بغي يبقى الفطران يستخلق ربي تبارك وتعالى هان الفطران نتنقي تغوص وقيسي لا اشرك ربي تبارك وتعالى هان الفطران بنادم ارتني بان المخلوقات كل اسم تخلق ربي تبارك وتعالى هان الموجودات كل اسم ما تنتسكن ربي تبارك وتعالى وسكوست مسائل الشرع اشكو الشرع ربي تبارك وتعالى الا قيس القران لاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام بان ربي تبارك وتعالى انت لا يوجد مخلوقات انت لا يوجد اي وجود كونك هكا سيدنا ابن القيم رحمه الله عليه ما من آية في كتاب الله إلا وفيها دليل على التوحيد أن كل الآية التي وردت على كتاب الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أتنت بأن ربي تبارك وتعالى انتان يجان المخلوق الخالق سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات.